موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. هنأ الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات. وأكد وزير الدفاع أن بذل رجال القوات المسلحة مسلمين وأقباط كافة الجهود للوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها للحفاظ على عزة وشموخ الدولة المصرية، مشيرا لأن وحدة نسيجنا الوطنية هي الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضري جيلا بعد جيل. استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيناتور الديمقراطي كريستوفر فان هولن والسيناتور الديمقراطي جيفري ميركلي عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي لبحث آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة. وأكد الأمين العام على ضرورة اطلاع الولايات المتحدة بمسؤوليتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة وما مساعيها الحسيسة لترحيل السكان قسرا من شمال القطاع لجنوبه. وأشار الأمين العام إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد أنماطا من العقاب الجماعية ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع. استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية في تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتعظيم الاستثمار في رأس المال البشرية. وأكد وزير المالية حرص الوزارة على الاستعانة بالشباب في المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مدير العموم ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار، لافتا إلى استمرار الوزارة بالالتزام بقواعد الشفافية والعدالة في الاختيار الأكفأ لتولي المواقع القيادية من خلال الاعتماد على آلية فعالة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية تمزج بين الاختبارات الإلكترونية والمقابلات الشخصية. عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بمشروع جرين شرم وسبل الحفاظ على ما تم إنجازه بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة الخضراء أثناء مؤتمر المناخ COP27. وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع جرين شرم هو أحد سبل تحقيق الدعم للمدينة والذي يهدف إلى الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير وتعظيم الاستفادة مما تم فيها من استثمارات بيئية والحفاظ على استدامتها بالإضافة إلى التسويق للمدينة عالميا وإبراز المشروعات الخضراء التي تم تنفيذها ودعم السياحة البيئية بها وزيادة العائد منها. ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس الجامعات الأهلية لاستعراض منظومة الجامعات الأهلية مشيرا إلى أنه تم إنشاء 20 جامعة أهلية. بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية ثم بدأت الدراسة بعد ذلك في 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي الماضي. ووجه وزير التعليم العالي بضرورة الاستفادة من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخة 55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي وتقديم كافة التيسيرات للطلاب مع توفير الانتقالات الميسرة لهم حتى يشاركوا في المعرض ولحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها المعرض وذلك لنشر الثقافة والمعرفة لدى شباب الجامعات بما يسهم في تنمية مداركهم وثقافتهم وتعزيز روح الاطلاع والتعلم لديهم.